مسلسل طلغة ساريتاش الجديد 2020 والبطلة مفاجأته. الممثل طولغة ساريتاش يعود بمسلسل أكشن جديد بعنوان الخطأ من الممثلة التي ترشحها لتكون بطلة بجانبه. مسلسل جديد يتم التحضير له حالياً لصالح قناة شوتيفي تحت عنوان أريزا، المسلسل من بطولة طلغة ساريتاش. ولدور البطولة النسائية يتم التفاوض مع لينا بوز. من المتوقع أن المسلسل خلال الموسم الدراما الجديد سبتمبر 2020. من كتابة أوزان أكسون جور من أعماله الحفرة الرصاصة ملك الليل وادي الذئاب. المرشحة للبطولة النسائية في مسلسل الأكشن أريزا. الممثلتين بينار دينز ولينا بوذ المرشحتين لدور البطولة بجانب النجم طلغة ساريتاش. وكانت هناك أخبار عن التحضير لمسلسل تركي جديد بعنوان سافاش بمعنى الحرب، سيكون تصنيفه أكشن، والمرشحين لبطولة المسلسل طلغة ساريتاش وجوكشي أكليديز. من بعد رفض الممثل كنان أميرزالي بطولة مسلسل الخطأ وتم تأجيل العمل، بدأت شركة عسري ميديا على المسلسل من جديد، بحيث اتفقت مع الممثل طلغة ساريتاش ليكن بطل المسلسل، والذي سيعرض على قناة شو تي في. مسلسل بريزون بريك التي قامت شركة إنتاج تركية بشراء حقوقه لكي يتم عمل منه اقتباس الممثل طلغة ساريتاش هو أكبر مرشح لدور البطولة. أنباء غير مؤكدة تتحدث عن شاتاي أولوسوي وطلغة ساريتاش في مسلسل جديد يجمعهما سوياً، الأمر عائد للممثلان. هل سيوافقان أم لا؟ جديد طلغة ساريتاش عن إشاعة انضمامه لمسلسل الحفرة: لقد قمت بالتوضيح اللازم عبر حساباتي في السوشال ميديا، ولا يوجد شيء كهذا يا أصدقاء. الأخبار الصادرة غير صحيحة. اجتازت المسلسلات التركية حدود وطنها وانتشرت عالما بشكل سريع حتى وصلت لجميع انحاء العالم. ومع كثرة المسلسلات التركية التي تذاع كل عام والتي قد يصل عددها الى 40 مسلسلا سنويا، يبقى مسلسل واحد فقط هو الذي يحصل على لقب الافضل خلال العام، وكان افضل المسلسلات هو مسلسل العهد الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار المواسم الثلاثة من عرضه. فاستطاع النجم طلغة ساريتاش بأدائه المميز، والذي يعد من أكثر عناصر العمل قوة وأحد ركائز التميز، فالمسلسل والسبب وراء استمرار نجاحه حتى الآن، أن يحصد لقب أفضل ممثل عن هذا الدور ونال عنه جائزة الفراشة الذهبية في مهرجان تركيا، وهذه الجائزة بمثابة الأوسكار الأمريكية ولكنها تركية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.